السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم فيديو جديد على قناة دكتور كمبيوتر. النهاردة هنتكلم عن طريقة تسجيل المكالمات على الأندرويد بكل سهولة. من أفضل البرامج أو التطبيقات اللي استخدمتها في تسجيل المكالمات، برنامج رائع جدا. طيب هنبدأ على بركة الله ازاي نستخدمه. كل اللي احنا بنعمله هنروح على متجر بلي زي ما احنا شايفين، وهنبدأ نعمل عملية سيرش عليه. طبعا البرنامج اسمه كول ريكوردر، تمام، كول ريكوردر دي العلامة بتاعته. خلي بالنا في علامات متشابهة، دي العلامة بتاعته مايل لناحية اليمين كده، السماعة مايلة لناحية اليمين، دي مايلة لناحية الشمال، فده اللي احنا هنستخدمه، اللي هو اللي قدامنا ده، اللي هو أول واحد أهو قدامنا، اللي هو العلامة المايلة اليمين دي. هضغط عليها وهعمل له عملية تثبيت. طبعا أنا ثبته وهعمل له عملية فتح، وبنعمل له عملية بمجرد ما حد التصديق. دي كلها ناس اتصلت بيا، وطبعا دي 20 دقيقة. كل الحاجات اللي قدامنا دي مساحتها صغيرة مش كبيرة، لو ضغطت عليها تبدأ ان انت تشغلها وتسمعها، تمام. ولكن لو انا شغلت ده مثلا، ضغطت عليه وعملت تشغيل اهو، اعطيني دقيقة او شوية وابدأ اعمل التشغيل، هيشتغل طبعا مساحة صغيرة دقيقة او شوية، وهيبدأ يشتغل قدامي اهو، واسمع الصوت وكل حاجة واوقفه، تمام. تقدر تعمل له عملية حذف للمحفوظ ده، تعمله حذف، تمام، او ان انت تسميه، تسمي الفيديو او ايا يعني يكن. من اقوى وافضل البرامج الصراحة استخدمتها في عملية تسجيل مكالمات. طبعا هو بيشتغل تلقائي في اي مكالمة. طبعا انا لو جالي 100 مكالمة هيسجلهم. طب المساحة عندي لو مش كبيرة، مساحة القطع يعني مثلا وليكن دي 5 دقايق اهو، تقريبا 5 دقايق، لو انا ضغطت عليها كده وشفنا المساحة 544 كيلو بايت، 544 نص ميجا، 5 دقايق وشوية نص ميجا، طبعا بامتداد اي ام ار المعروف علشان المساحة تبقى قليلة زي ما احنا شايفين. طبعا بيجيب لك كل حاجة، التاريخ والتفاصيل، وتقدر تشاركها وتحذفها وتحفظها باسم لو انت حبيت على الجهاز او في اي مكان انت عاوزه. من التطبيقات الرائعة جدا اللي بنصح باستخدامها في عملية تسجيل مكالمات على اندرويد. لو في استفسارات ان انا اشوف التعليقات، طبعا طريقة التثبيت سهلة جدا زي ما قلنا، بالبحث في على جوجل بلاي بالاسم. اتمنى يكون الشرح واضح. اي استفسار ان انا اشوف تعليقات، لو فيديو عجبك اعمل له لايك، لو حسيت بيه غيرك اعمل له مشاركة. لو مش مشترك معانا على قناة دكتور كمبيوتر، اتمنى تكونوا مشتركين معانا، وما تنساش تفعل الجرس علشان تتابع جديدنا، وكمان علشان تشجعنا على المزيد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.